ليخنق روحه ليخنق روحه ها هذا اللي يخنق روحه ليه ايه سمعت امي كما واحد ربي عنده ولد وكل ولد ده كان دورسة صغيرة وما يفحط صنع ابوه ما علموش صنع بخلا ودى ابوه مركات ياس الفلوس تاعه ما يعرفش نحطهم وعنده شواني وعنده مخازن وعنده ديار عنده حوانت عنده الرزق تاعه أبرق لك مش كمان ماشي من القوت خبين الياقوت هو أكبر هو واحد من عصر ربي ذاك واحد من عصر هو أكبر قالت هو ولده يجبدو ياكل يجبدو ياكل وبعد لي يوصل ذاك بالجوع خدا ميتين بنته وحطهم في كورسا وحفر حفرة في السقف وبنى عليهم وحط حبل تاع مسنقة خليه يدرجع وقال بعد وقت ولده يوصل يضيق بالدنيا ويسنق روحه يتيحوا لك الفلوس ياخذوا أخذ كما يميم يميم مفطرك الربي أحط ولده في عوده في واحد من العطرة ويجبدوا ياكل بالأحوانات والديار كان عنده صناع خرجهم وياكلوا يجبدوا ياكلوا ويجوا عنده برص صغار حتى لله ما عادش عنده بخلال والحوايج اللي عنده جايدين باعهم بالظهر ومرة متعدي وتعدى بالصامع اللي كان عنده قالوا شلون قالوا شلون قالوا برخية قالوا ما كرا ايش بي قالوا لا شلون قالوا لا ما كان ما تقول ايش بي قالوا شوف هو وليا ما عدوش ابوه ما علموش الصنع ويجبلوا ياكلوا خلالوا بورسخ يكبر وتوا وصغار ومرضوا ما عندهمش حتى باش يسقاطوا علي تعمل علي مروه ومجيه وخال عن صنع غيره الطريفات تاع الخبز اللي تنظف السلحان يجيبوني في سكيرة نايلو ونشنا فيك حتى النخلة وعطيهمني يعطيهم صغار ومرته سقاطوا قالوا كون هاني وكادوا برصة وشفالي كان يعطيلوا الخبز من عنده عليه وكل يوم يمشي هذا النخلة ويحط غرفه في الدين لطاب النصر ويعطيهم المرته والصغار يسقطوا بهم كل يوم هذاك هو أعطاك حويجات قاعدين في الموجة ويجي له جي تاع السلطان قالوا شد السلطان يحب عليك قالوا اصبر عندي قضية الدار قالوا لا توا حضروا تسعة مازال انتي هو قاعد دايخ في الخلعة وكتخبيجات في يده مشى قالوا احنا عملوا هيدا حنصوح حنا حنبنيه وحنقلوا بشيضر 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 عايش ما قاعدين هيدا والخاتو ما تعالى السلطان ضاعت ما قوت قد ما داروا عليه ما قوت قال لهم السلطان تو كبيري الكل بشمحوني حنبربشكم توا الخاتو ما ضاعت قد ما ضلنا على مقلس اواش راح يجبر بشو واو قالوا يا سيدي السلطان الخاتو ما مرضى عندي نمشي نقضي بها قضية في الشرية في الدار ونجبت قالوا بشي ذو مرابش هو مشى والخاتو ما لقاوه وقالتو انا ما خديتش ومشى حنقول نمشي نسنق روحي ونموت ولا يقول لا الا لا هو واحد الحبل وطاح طيحة طاحوا لك البيت وواد وراح بين فرحان كبير خدا ثلاثة أربعة وحدين قال مش نقول الخاتم وضعت لي وياخذ الفلوس خدس حقه جاء قال يا ولدي الخاتم وضعت لي وكنت قالوا كيفاش انتي مشيت ولقينا الخاتم هذا حاسس عندك قول ندخلوا البيت الشر وقولي شي قال يا ولدي ملين افطربوه هو كان ما عندوش قال لهم اليوم قدام الصارية تاعك كل صار نعطيك شريج مثل كل
واخا مدبر عندي